بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم نحييكم من وادي وعال، السبت الموافق 27/4/1442. أقف في هذا الوادي الجميل الأخضر الطبيعي، المكان السياحي الذي يحتاج إلى زيارته دائما. وهنا أقف وراي شجرتين، هي شجرة النكر المعمرة ويقال لها التمير أيضا، شجر جميل ومعمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في طريقنا إلى وادي وعال جبال الصهاليل في رحلة سياحية لهذه المنطقة الجميلة في هذا اليوم الموافق، في هذا اليوم السبت الموافق 27/4/1442. مناظر طبيعية وجبال شاهقة وأجواء جميلة، ما شاء الله تبارك الله. ندعو أبناء المنطقة للسياحة في هذه المناطق، مناطق جميلة فعلا. والورد كاسيها، حبي لها ما هو بعادي، حبي لها ما هو بعادي. وجانها حولت بالسيل ساق الهوى نبتلع وادي، ساق الهوى نبتلع وادي. أنا جنوبي جنوبي داري جنوبي، في كل ديرة بنينا صدقان وأحباب. أرضي سرى وتهامى وأنا تامي، أرضي سرى وتهامى وأنا تامي. جنوبي داري جنوبي، أنا جنوبي جنوبي داري جنوبي، في كل ديرة بنينا صدقان وأحباب. أرضي سراح وتهامى وأنا تهامي، ربي الرماني بنظرة ودمى جنوبي، في عالم الحب الأول عود فتح يا لا.
صيت ربعي وخلاني كنت احسب في العشق ساني وزره ورا الظهر بحزاني يلطف بها الروح وانساني واثنى شبابي ورداني واثنى شبابي الحمر المعمرة في وادي مروس مركز العزيين، الحقيقة شيء جميل جدا، ولكن في نفس الوقت مؤسف أن هذه الأشجار يعني على وشك السقوط بسبب جرف السيول للتربة من تحتها، فهي تحتاج إلى حماية، والله تحتاج إلى حماية، هذه لنا وللأجيال من بعدنا. نتمنى من الجهات المختصة في هذه المنطقة العناية والحماية لهذه الأشجار. الآن ما شاء الله يعني يمكن 5 أشجار معمرة أو 6 كلها على حافة الوادي، وبدأ السيل يجرف جذورها وأصبحت الآن سبحان الله بإذن الله. نتمنى أن يصل صوتنا. بسم الله الرحمن الرحيم،
لحية من وادي وعاد بين الأشجار الغناء والجبال الشاهقة والرياح الخافقة ومع الأحبة الأستاذ حسن حاصل والأستاذ العمدة أحمد العتاتي في هذا اليوم السبت 27/4/1442 قمنا بهذه الرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا الوادي الجميل ومن هذه الأماكن الرائعة التي تشرح الخاطر بصحبة الأخيار الرجال الكرام، وافتقدنا في هذه الرحلة أخ عزيز صديق علينا وهو الأستاذ محمد عباس قميري. تفضل يا عم يحيى. السلام والتحية للأستاذ محمد عباس قميري، وكم تمنينا وهو شريك لنا ومرافق لنا في هذه الرحلة الجميلة في هذا الوادي الجميل. رحلة ممتعة وجو رائع، وكان ينقصنا الأخ محمد قميري شافاه الله وأحسن الله وعزاه، ونسأل الله أن يجمعنا به في رحلات قادمة حسن محاصي. الله يجزاكم خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير، حوالك طيب، نسأل الله العافية وحسن الله عزاكم. علمنا متأخر الحقيقة، ولكن تمنينا تكون معنا في هذه الرحلة والجو الممتع في الوادي هذا محافظ هروب، نسأل الله يجمعنا دائما على الخير والبركة. اللهم آمين. اللهم آمين. صباح الخير أبو أحمد، معظم الله أجرك، وكنا نتمناك لأنك ملح الرحلة، الرحلة فيها شوية ناقصاك. الله يوفق. وفق الله الجميع، عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم، ونتمنى لك الشفاء العاجل وحفظك الله. محدثكم ياسر جعفري من محافظة هروب. الغيمة وسط السماء براك والأرض بالغيث تتغرق، والغيمة وسط السماء براك والأرض بالغيث تتغرق، والرعد للخالق أهل البيت، والرعد للخالق أهل البيت. يا لا 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 يا لا لا اختلف خبراء الأشجار عن هذه الشجرة، في هذه الشجرة ما نوعها، فبعضهم قال عمر تولق، وفي الأخير اتفق العلماء على حل وسط أنها شجرتين في شجرة، شجرتين في شجرة، يعني جذعين متخصصين. نعم سبحان الله العظيم، في هذا المكان يلتشف جذور الشجرة. سبحان الله لا إله إلا الله. شوف شجرتين بجذع واحد بس ملتصقتين، يعني ملتصقتين. نعم شوف شوف هذه خطيره. لا جازان الوفاء الاسم بالحاله كفى، لهب يشعل مطفى، فلا عدم ولا خلا، فلا عدم ولا خلا. هذه الحدائق المعلقة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وانظروا لهذا الدب يمشي أمامي لا يكاد أن يتحرك، وإني خايف منه شوية والله إنه أسد، لكنه دب حسه. تصبح لها مرامها
البقرات، البقرات الثلاث، وكلت يوم أكل أكل الثور الأبيض، الثور الأبيض وهذا الثور الأحمر وهذا الثور الأسود. السلام ورحمة الله وبركاته. فيها فيها لقيتها. طيب. ما شاء الله. نعفه. والله حتى قلت له. تمام. المصافي اللي مرحت عليه ودفعتهم ونزلتهم وتوجهوا غصب. كما القمر نوره على ما اعرف الريحه ما اعرفها يلا يا ابو سياره ما عاد حد يعرفها. لا 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 والله ما ادري 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 والله ما شاء الله تبارك الله. أنا في وادي بعاد. وادي بعاد. علق هذه الأشجار الجميلة المعمرة في وادي مروس مركز الجوين. السيول في طريقها إلى الإيقاع بها تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى حماية، تحتاج إلى تصريف الماء عنها حتى تبقى كما هي واقفة شامخة في هذا الجمال الطبيعي. وهذه الأشجار المعمرة وجب والله حمايتها، فكم هي جميلة وكم هي مفيدة.